طيبين، انا اسرار واليوم جيت لكم فيديو انبوكسينج. طبعا سميت السلسله، فاللي فازت معانا ححط اسمها هنا، فيلا تتواصل معي على الانستغرام وترسل لي حسابها على اليوتيوب. فالمهم وحشتوني يا يعني الفتره الاخيره انا حسيت اني قاعده اسوي دعايات كتير، وحسيت انه انا ما بسوي لكم فيديوهات خاصه بكم. فدحين رجعت، هذا الفيديو ابدا مو دعايه، هذه كلها منتجات ارسلوها لي الشركات فري، ما دفعت ولا شيء. فأنا متحمسة للصندوق ده، حس نص طولي، وهذا ترى أحس إنه تابع لده لأنه من نفس البراند. فأو ماي جاد حخليهم آخر شيء. فالمرة اللي فاتت ضيعت المشروب حقي تحت، أو مو ضيعته، أنكب. فعندي ده المشروب اللي هو قهوة سودا، أحب أشرب القهوة السودا آيست لما أكون أبغى أركز، أو لما أكره نفسي. يا لما مو مكره نفسي، أعاقب نفسي. فاليوم بشربها عشان أركز. اخر مره سويت الانبوكسينج كان فتره الحجر، فاكرين كنت بخبخ العلب وبعدين فضيت الاكياس لحال وحطيت هذا الحال. الحين خلاص هو كيرز. حتى افتكر اول الحجر، افتكر لما كنا محجرين مع الكورونا، افتكر انه كنا نغسل كل الاشياء اللي تيجي من برا من البقاله او شيء. فاحس حاليا دحين لك ما صرت اغسل، بس صرت اغسل يدي دائما، اخرج بكمامه، ان شاء الله ما يصير شيء. نبدا. في بعض الشحنات فكيتها اوريدي، مثلا زي دي اللي هنا. اوه هذه ما فكيتها. بسم الله حبدا ازبل هناك. اوه هدى بيوتي. هدى بيوتي راسلتني منتج. واو التغليف حقها بطل يا اخي. It's glow coco hydrating mist. ريحة بطلة. اوكي هذا يستخدم برايمر ومثبت وعشان تنعشوا وجهكم. نايس. نيكست. اوكي هذا البراند صعب انطقه. كودالي استعانة بصديق. هي معك اسرار عارف. اهلا وسهلا. الحمد لله بخير، كيف حالك استاذي؟ لو سمحت هذا كيف تنطق؟ كودالي. كودالي؟ Let's see what's inside. Bye. كودالي. تصدق انه انا ما جبت مقص او شيء؟ شنطة. So cute. اوه في شيء كده صغير هنا. زي الليف او الورقة. اوكي كودالي مرسلين لي. فرج كلام بالفرنسي يا اخي، انا حاليا قاعده احاول نتعلم فرنسي، بس I'm trying. جاليف جسوي كودالي مرسلين لي. سوري يدي بترجف عشان بشرب قهوه. سيروم للبشره وسان سكرين. حلو، اول مره يرسلوا لي. ثانك يو. هذه فتحتها خيالي كيالي، اتوقع انها اخت هدى بيوتي. بخاخ للشعر. حلو، حاليا صرت استخدم بخاخات شعر مره كتير. عندي ريحه معينه من كاراميل، ما حقول لكم اسمها. اوكي اسمها جود فايبس. بس احطها قبل ما اخرج، بعدين احط الطرحه. لما احط الطرحه احس انه تكمرها فتصير ريحه شعر. يا اخي ريحه ياسمين. فيلو جاردينا جازمين اللي هو الياسمين اورنج. و انا ما حافتي لكم الصراحه، في شيء غريب بس ريحته مره حلوه. اذا هذه ريحه شعر اخت هدى. نيكست. يختمنوني عنكم ايش عاملين ايش مسوين، خرجتوا من الحجر ولا لسه؟ احنا الصراحه خرجنا، وبروح وبقضي مشاويري وقاعد اشتغل على مشروع جديد، هقول لكم هو قريب ان شاء الله. هذه الشحنه من لورا مرسيه، بس احس مره جاتني الاعراض، يعني عارفين من كثر ما اخرج وقابل الناس جاتني الاعراض، واحس فجاه انه انا سخنت ومرضت، مع انه هذا كله في راسي، ورحت حللت طبعا ما في شيء. Dearest Astrar, hope you enjoy your mercy. واو برايمرات، 5 برايمرات. او ويت في هنا حاجه كمان، باور برايمر، كله برايمرات. Perfecting, illuminating.
هايدريتينج بلورينج وبروتكتينج، يعني في شيء للحماية للي يخفي مسامات. والله اتس نايس يا اخي، بس اقول لكم شيء، ما صرت استخدم برايمر فبحاول اجربه واشوف كيف. هذا عطر خيالي، بس ما ادري واحدة من البوكسات اللي هنا. هدى بيوتي، جانا ضيوف. ابغى خدي برايمر، خدي برايمر قهوة. ما تشربيها كذابة. مسكرة، مسكرة من هدى بيوتي. شوفي شوف العلبة، سو كيوت. اوكي وان زيتي هيز. ماي جاد، شوف او ماي جاد، ما عندي مناديل هنا. في لون الموف، افتحها كلها. اتس هدى بيوتي. المسكرة الصراحة انا ما كملت ميك ابي فاحتاج مسكرة، بقي لي مسكرة وبحط روج اجين. كمان جايز، او ماي جاد. انا اشوف ماما حتستخدم دي الالوان، لان ماما تحب اللي كانت تقلب لونين. نايس. انا ماني فاكره هي طلعت مسكرة ارسلت لي ولا لا. جنبين، كورنين لينث وفاليوم. هدى بيوتي ما حفتحها، خليها هذا جنب. نب فاب. اوكي هذه كنا براند جديده. اوكي انا ماني عارفه ايش المنتجات دي، بس اتوقع منتجات شعر. خلينا نشوف. الله دحين انا مره متجنن على منتجات الشعر. اكتشفت انه شعري كيرلي. يس ويفي وكيرلي شويه. اوكي هذا ماسك تين سكين فيكس، سلاسيك اسيد بات. ساره اللي هي تحطيها في الليل، ثانك يو، تحطوها تحت العين كذا. ثانك يو. وهذا مويسترايزر، والله اول مره اشوفها البراند هذه. سلاسيك اسيد كلينسر، منظف. واخر حاجه اوه باتشز، اللي هي اللي تحطوها على الحبه عشان تروح. والله شيء متكامل. What is it؟ مزيل ميك اب؟ اوه عشان الحبوب وكذا. اوكي يا جماعه انا نظفت الغرفه عشان اقربها. لا ما بدا. فازلين، فازلين اكيد كريمات. انا صراحه احب مرطب الشفايف حقهم. بودي كريم، كريم للجسم. صدق اقول لك، اقرب الشتاء وبلا نرطب. اوكي ما مكتوب، بس في بالكوكو. هو مو نكهات، زي ما تقولوا كل حاجه مختصه بحاجه. وفي دور ثاني، ويت. احب لما يسووا لي دور ثاني، اكيد في هديه. بس الدور الثاني حتكون هلا بالزين. بالظروف الحالية اللي بنعيشها وين ما كنا بالعالم، يبدأ مفهوم العناية بالبشرة وانتهى بالاهتمام باليدين. كثرة استعمال المعقمات وغسل اليدين يسبب جفاف اليدين. كانهم عارفين الصراحة. لا خلاص ما بقدر تاني. ومن جفا حلوة، اتوقع بعد ما تخلصوا ترطيب تكون تمسحوا يدكم. بس صدقي ما هو غسل يدكم شرب شو ترطبي تمسح الكريم؟ عشان لما تمسكيه ما يسوي كذا، تحسي زي الزيت. شوف هذا بخاخ شعر، تعال بحرش لك شعر. تحب الياسمين؟ لا بس مخي. نكست. اللي فكيتها بس عشان اشوف الشيء المدور ده. مينا، مينا الشيخلي، يعني من اعز البنات اللي احبهم على السوشيال ميديا. مره عزيزه ودائما اسلم عليها، تسلم علي شي سو كيوت. اتوقع انها هذا البراند حقتها. ياس الفيتد. سو عندها مسكرتين، ابى اختار واحده منهم احطها على الرموش اللي تحت. حقرا بقرا عمي قال لي عدل 10. 1 2 3 10. نايس كذا، حسيت عيوني تفتحت. ولسات بري. ها او ماي جاد يس، جلاسز حبيت. اوكي انا صار حلبسها برا الطرحه. او والله مره جيده.
واو وات جوك واجواك كيوت. Oh my god, oh my god. What the? والله جيدة. حبيت. بحضر حفلة بدي. ما نشحنا برضو. ريحتها غريبة ومكتوب عليها ليث. What is this? ترى ماني جايبة مقص كله قاعد اقطعه بأظافر لين ضفر طار. اوه عرفت ايش ده. هذه منتجة ليث. يكون عندكم لحية زي كذا. في كمان صابون لحية طبيعي. تعرفوني عشان عندي لحية. واكس شنب. للأسف بس شلت الشنب حقي ليزر بس في دقن. سو حط لكم حساباتهم تحت او هنا على الشاشة. بس والله نايس يعني اذا تبي تهدي زوجك ولا قريبك ولا اي احد. صراحة شيء مرة حلو. I know this. For the beauty. شوفها. أما تخيليني أحس كده على البحر أو شيء. بسرعة صوروني. Inside في كلين جيني اللي هو منظف الميك اب. طبعا هذا تحطوه زي الكريم قبل ما قبل ما تناموا مثلا تزينوا الميك اب او حاجه بالزيت او بكريم. فالحين حاطه ميك اب هنا خليني اشوف على اساس انه يسيح الميك اب. فخليني اشوف بس هذا تستخدميه بعدين تنظفي وجهك. حضيف الروتيني ونفك الصندوق ده شوي ماك. نشوف ايش منزلين. بخيني مويه بسرعه ولا بخيني فيكس بلس. منزلين انواع جديده للفيكس بلس. مو انواع سوري روايح. فيكس بلس فايبس عندكم انواع مره كثيره. انا ماني قادره اعدد لكم. هاي متى اجربها؟ هاي متى اخلصها؟ هذه فتحتها. سائل استحمام. ويت انا قاعد اركز على الاشياء الجانبيه اللي هنا. خلينا نشوف السلفيتس والبربان والاشياء هذه والعطور هذه كلها تخرب بشرتكم. فاحس احيانا المنتجات او صار البراندات مركزين على ذا الشيء انه يشيلوها من المنتجات. سو في ثلاث انواع. روايحها مره تجنن وليفا سو كيوت. حفك الشحنة دي لانه مرة متحمسة بشوف ايش فيها. I don't know guys احس كأنها جثة you know مكملينها كده تجي في طولي. ف من كثر ما اتفرج مسلسلات احس. فراجل think it's makeup اشياء قزاز او شيء ممكن او نظارات. What is this؟ في علبة صغيرة. هذه مرة ثقيلة. ما ادري. تعرفوا العلب هذه اللي كنا حقت علب الذهب؟ في احد يتقدم لي وانا ما ادري. شاحن في جوال. يس. جايز وات از ذس؟ في كيس هنا فضي. سو جايز اخر هدية جاتكم متى؟ اكتبوا لي تحت. انا هذه تعتبر هدايا؟ لا يعني احس تعتبر هدايا اذا جات من احد قريب يو نو. اخر هدية جاتني خلخال وقطعته. هذه انا اصلا مو وجه هدايا. بابا في موية. نو واي نو خلاص ابكي. في موية ما ادري ايش فيه. في بودرة. بديت اخاف ترى. وات از ذس؟ لا 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 هفتح الصندوق ده وانا احس جواته صندوق ميك اب فور ايفر. كمان جواته. That's it. حوظف احد يفتح لي الصناديق دي خلاص. حسيب الصندوق وحشوف هذا. No way. Are they kidding? Are they? كم كيس دحين؟ ريحة
ريحته معفنة. What is this؟ طلع شيء يبرد المنتج. أها. أحتاج قهوة. مني تسريحة بعد ذا كله طلعت أرواج. حط أحمر. والله تعبتوني يا ميك اب فوريفر. في 3 4 5. أنا طلبت واحد رواج بس عشان أغير اللون. بسم الله دي الشحنة مرة خوفتني، هذه حتخوفني أكثر.